السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. فضلا وليس أمرا، إذا كنتم من الزوار جدد لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله عاجل تم الإعلان عن نتائج الانتقاء بالنسبة للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة SPTS 2020-2021. على بالنسبه للنتائج ديال الانتقاء كاينين في البوابه sbts.sante.gov.ma او على السيت ديال وزاره الصحه، ولكن بالنسبه للبوابه عليها ضغط. انا فقط عندي لائحه ديال الانتقاء بالنسبه لمركز sbts غابة على ليس نوميناتيف دي كانديدا بري سيليكسيوني بار اوردر الفابيتيك على حسب الرقم الترتيبي ديال الاسم العائلي والاسم الشخصي. وبالنسبه للوبسيون هي اسيستون سوسيال، وغنخلي لكم الرابط من غديروا تيليشارجمون تحميل ديال المعاهد الاخرى. على بالنسبه للبوابه عليها ضغط كثير، على بالنسبه لكم انتم عليكم محاوله عده مرات او تخليو ان شاء الله حتى الغدا وغيكون ما بقاش الضغط على البوابه وديروا تحميل للنتائج وتشوفوا واش الاسم ديالكم بين النتائج اللي تقبلوا في نتائج الانتقاء بالنسبه للعليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه SPTS 2020-2021. على بالنسبه لي انا يعيد عندي فقط هذا المثال، وكاين بيان سور مراكز اخرى، غادي نخلي لكم لوليان في الديسكريبسيون، واللي بغى يشوف مباشرة من البوابة الخاصة الو عليه محاولة عدة مرات لأن السيت عليه ضغط كثير. وبالنسبة للناقق يقول لك الفوغيسي التيريومون، يعني بالنسبة للسيرفور هي اكتيريمون اوكيبي، يعني كاين ضغط كثير على السيرفور. بالنسبة لكم نتوما اما غادي تحاولوا عدة مرات او تخليوه حتى الغد ان شاء الله، وكنتمنى التوفيق للجميع. وما تنساوش إذا عجبكم الفيديو اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.